سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نشكر جميع من وقف معنا في هذه الالتفاتة الطيبة في هذه التظاهرة الفريدة من نوعها، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على المكانة الطيبة والكبيرة التي يحظى بها الأستاذ في قلوب الطلبة والتلاميذ، وهي رسالة إلى الأسرة التربوية والمنظومة التربوية ككل. نشكركم جزيل الشكر، ونشكر كل الأستاذ عبد القادر على القيام بهذه التغطية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نواصل استقبال أساتذتنا وإطار هذه الثانوية التي أخذوية. شكرا عمالها وعاملاتها، شكرا لمن يقف هذه الوقفة، شكرا لمن هو موجود معنا اليوم.